بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى بنا الحديث مع المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الوارد في دعاء القنوت، قال بعده: ويمسح وجهه بيديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذه مسألة مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت وفي غيره، وهي مسألة ورد بها بعض الأحاديث التي تدل على مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، ولكنها أحاديث كلها ضعيفة كما قال الحفاظ، لا تقوم بها حجة. فترك مسح الوجه بعد الدعاء أفضل. نعم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. تقدم أن القنوت يكون في صلاة الوتر، وهذا محل إجماع في الجملة، محل إجماع في الجملة أن القنوت يكون في الوتر. وأما القنوت في الفرائض فجمهور أهل العلم على أنه لا يقنت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، نزلت بالمسلمين نازلة داهمتهم كمداهمة العدو لبلاد المسلمين أو تسلط الكفار على المسلمين، فإنه يستحب القنوت في الفرائض لكشف هذه النازلة عن المسلمين أو عن بعضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على أناس من المشركين آذوا المسلمين، وقنت يدعو لأناس من المستضعفين من المسلمين أن يرفع الله ما أصابهم من الضيق ومضايقة العدو. ففي مثل هذه الأحوال التي ورد بها الدليل استحب القنوت في الفرائض في صلاة الفجر وفي غيرها. هذا معنى قوله: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. فإذا نزل بالمسلمين نازلة استحب القنوت لرفع هذه النازلة عن المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قال قائل: شيخ، حال المسلمين اليوم منهم من هو مستضعف دهمه مستضعف، ومنهم من دهم العدو بلادهم، ولذلك نرى بعض الأسئلة أحيانا في نور على الدرب بهذا، أن منهم من يقنط في كل فريضة. هذا في الأحوال الطارئة، أما الابتلاء العام فهذا لا يزال الله جل وعلا يبتلي عباده المسلمين، لا يزال هذا من بدء الخليقة، لكن الكلام في الحوادث الطارئة. أحسن الله. نعم. غير الطاعون، النازلة تكون غير مرض الطاعون. الطاعون مرض معروف، لأن مرض الطاعون من مات بالطاعون فهو شهيد، الحمد لله،
فلا وأيضا حصل الطاعون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي عهد غيره ولم يذكر أنهم قنتوا للطاعون. نعم. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المجتهد بعده. لما فرغ المؤلف رحمه الله من تفاصيل أحكام الوتر انتقل إلى صلاة التراويح. صلاة التراويح هي الصلاة التي تفعل في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح بالمسلمين ليالي من رمضان ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فبقي المسلمون يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، واستمر العمل بها عند المسلمين إلى وقتنا الحاضر، فهي من السنن المؤكدة الثابتة بالسنة وبإجماع المسلمين. نعم. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. قال 20 ركعة. نعم. 20 ركعة. هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن صلاة التراويح 20 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث، فيكون المجموع 23. هذا الذي فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لغرض التخفيف عن الناس، فيصلونها بهذا العدد ويخففونها نسبيا حتى يستطيع المريض والكبير والضعيف أن يشارك فيها. الحمد لله. ولو فعلوها مطولة لشق ذلك على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 ركعة، لكنه لم ينهى عن الزيادة على ذلك، لم ينهى عن الزيادة على ذلك، بل رغب في قيام الليل من غير أن يحدد، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ورغب في قيام الليل على مدار العام ولم يحدد للمسلمين ركعات معينة، فدل على أن الأمر في ذلك واسع. ولعل القول الوسط في هذه المسألة التي ثأر فيها النزاع بين بعض المتعلمين في هذا الوقت، وشدد بعضهم القول في ذلك حتى هجر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، والمسألة لا تحتمل هذا، فصلاة التراويح سنة مؤكدة مرغب فيها، وأما عدد الركعات فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى نوعية الصلاة، فمن كان يطيل الصلاة ويطيل الركوع والسجود فإنه يقلل من عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد في العدد كما فعل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو علم الصحابة أن الزيادة لا تجوز على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم أن يقدموا على شيء من ذلك، لا سيما وفيهم المهاجرون والأنصار وفيهم الخلفاء الراشدون، حاشاهم أن يزيدوا في عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن ذلك غير جائز. فلولا أنهم فهموا أن الأمر
واسع وأن الأمر فيه تخيير لما فعلوا ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال 20 ركعة، وهذا كما ذكرنا أمر واسع. من أراد أن يوتر أن يصلي التراويح 20 أو يصليها أكثر من ذلك أو أقل، فالأمر في هذا واسع، ولكن مع إتمام الصلاة وإتقانها والخشوع فيها. قال تفعل جماعة، تفعل في جماعة، وهذا هو السبب الذي جعلها من آكد النوافل، أنها تفعل في جماعة، هذا هو الأفضل. ويجوز فعلها فرادى، ولكن فعلها جماعة أفضل، كما صلى الصحابة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما صلى الصحابة صلاة التراويح جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الأول يصلونها جماعات في المسجد، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، فصاروا يصلونها جماعة، واستمر العمل على ذلك. تفعل جماعة، هذا معنى قول المصنف تفعل في جماعة. مع الوتر سبق أن قلنا إنه يوتر بعد التراويح، إما بركعة واحدة وإما بثلاث ركعات، ووقتها بعد العشاء، فلا يصح فعل تراويح قبل صلاة العشاء. وفي رمضان فلا تصلى التراويح في غير رمضان، لأنها خاصة في هذا الشهر المبارك. نعم. ويوتر المتهجد بعده. نعم، المتهجد الذي صلى التراويح إذا كان له رغبة في التهجد من آخر الليل فإنه يؤخر الوتر، يؤخر الوتر، الوتر، ويجعل الوتر بعد تهجده ليضيف إلى صلاة التراويح صلاة التهجد، ويكون الوتر آخر شيء، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا هو الأفضل. نعم. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة. فإن تبع إمامه وأوتر معه فإن ذلك يجوز أيضا، وربما يكون هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالأفضل أنه يقوم معه في ركعة الوتر، لكن إذا سلم الإمام من الوتر فإن المأموم يقوم ويأتي بركعة تشفع له هذا الوتر، ويؤخر وتره إلى آخر الليل بعد تهجده. نعم. ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. يكره التنفل بين ركعات التراويح، بين تسليمات التراويح، يكره التنفل بين تسليمات التراويح، لأن السلف كانوا يصلون التراويح ركعتين ركعتين ثم يتروحون بعد كل 4 ركعات، بمعنى يستريحون ويأخذون راحتهم، فلا ينبغي أن يجعل هذا محل الراحة، أن يجعل صلاة نافلة، بل يقتصر على صلاة التراويح. نعم. لا التعقيب بعدها، لا يكره التعقيب بعد التراويح في جماعة ثانية، فلو صلى التراويح مع جماعة ثم جاء جماعة آخرون يصلون تراويح فلا بأس أن يصلي معهم، لأن هذا من زيادة الخير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم السنن الراتبة. نعم، بعد التراويح في الفضيلة السنن الراتبة، وهي التي تكون مع الفرائض، وهذا معنى تسميتها بالراتبة، أي أنها مرتبة مع الفرائض، ثم بينها. نعم. ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. نعم، ذكر هنا 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها أي بعد صلاة
الظهر. إذن فالظهر لها راتبتان، راتبة قبلها وراتبة بعدها، وركعتان بعد المغرب. أما العصر فليس لها راتبة، لا قبلها ولا بعدها، ركعتان بعد المغرب. وأما ما يصلى قبل المغرب بعد دخول الوقت فإنه من السنن المطلقة، لكن الراتبة تكون بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أي آكد الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقصر الصلاة ولم يكن يصلي قبلها، لم يكن يصلي مع الصلوات شيئا من الرواتب، شيئا من الرواتب، إذا قصر الصلاة لم يكن يصلي معها شيئا من الرواتب، من الرواتب، بل يقتصر على الفريضة المقصورة تخفيفا على الناس. الحمد لله. تخفيفا على الناس. إلا ركعتي الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا حضرا ولا سفرا، حتى إنهم لما أخذهم النوم هو وأصحابه في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ثم صلى الراتبة ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى الفجر. نعم. هنا قلت يا شيخ أن ذكر عشرا من الرواتب. أي نعم، عشر من الرواتب. وهناك أيضا أحاديث تدل على أنه يصلي قبل الظهر أربعا ويصلي بعد الظهر أربعا ويصلي قبل العصر ركعتين أو أربع، فهذه تضاف أيضا إلى العشر، يكون هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، وإن اقتصر على العصر على العشر فقد فعل المسنون. نعم. لكن بالنسبة للرواتب شيخ، حديث ابن عمر أليست فيها أنها 12 ركعة؟ 10 ركعة، ركعتان عدهن الآن، عدهن. الحديث أن فيها أربعا قبل الظهر عدهن. ما ذكر أبو النجا رحمه الله، أنا قلت لك إذا أضاف ما جاء في الرواية الأخرى زادت عن العشر، لكن ما مع العصر ليس من الرواتب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. من فاته شيء من هذه الرواتب سن له قضاؤه محافظة على فضيلته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الراتبة التي قبل الفريضة يؤديها بعدها، ولأن الرجل الذي فاتته الذي جاء إلى صلاة الفجر وقد أقيمت صلى مع المسلمين، فلما سلم قام ليصلي الراتبة بعدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الصلاة؟ أو نحو من ذلك. قال: راتبة الفجر. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إذا فاتت الراتبة القبلية أنها تقضى بعد الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هذا نوع آخر من أنواع التطوع. صلاة الليل أي الصلاة التي تؤدى بالليل أفضل من صلاة النهار، أي أفضل من صلاة التطوع التي في النهار، لأنه مشروع للإنسان أن يتنفل بنوافل الصلوات في الليل والنهار، ولكن صلاة الليل أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويكثر الإقبال على الصلاة وتدبر القرآن. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وإن كانت صلاة النهار فيها فضيلة، والليل يتفاضل أيضا، بعضه أفضل من بعض. نعم.
قال رحمه الله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه مطلقة. أفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل بعد نصف الليل، وهي صلاة داود عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وذلك لأجل أن يصادف جوف الليل، يصادف جوف الليل الذي هو أفضل صلاة الليل. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم. ولو صلى النافلة في أول الليل، صلى صلاة الليل يعني قبل النوم، أو صلاها قبل الفجر، كل ذلك جائز. صلاها في وسط الليل، كل ذلك جائز. ولكن الأفضل لمن لا يثق بقيامه آخر الليل أن يصلي صلاة الليل قبل أن ينام، خصوصا الوتر. وأما من يثق بقيامه فالأفضل أن يصليها من آخر الليل. هذا هو التفصيل الذي ينبغي في هذه المسألة. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسلم من كل اثنتين، من كل ركعتين، ولا يقرن الأربع ركعات بسلام واحد، بل يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. أما في الليل فيتأكد أن يصلي مثنى مثنى، وأما في النهار فالأفضل أن يصلي أيضا مثنى مثنى. وإن تطوع في النهار بأربع بصورة صلاة الظهر فلا بأس، بمعنى أنه يصلي ركعتين ثم يجلس تشهد الأول ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد الأخير. قال: فلا بأس، فلا بأس بذلك. هذا في النهار. وأما في الليل فإنه يصلي مثنى مثنى، يتأكد أو يجب عليه ذلك. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف صلاة قائم. القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما في النافلة فإنه يخير بين أن يصلي قائما أو أن يصلي جالسا، فليس القيام في صلاة النافلة ركنا من أركانها كما في الفريضة، لكن إن صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره تام، الحمد لله، له أجر القائم. وإن صلى قاعدا، صلى النافلة قاعدا من غير عذر، فصلاته صحيحة، لكن له من الأجر نصف صلاة القائم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. هذا نوع آخر من أنواع التطوع، وهو صلاة الضحى. والضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، هذا يسمى الضحى، وهو وقت طويل ليس فيه فريضة، ليس فيه صلاة فريضة، فلذلك يستحب له أن يجعل فيه شيئا من صلاة النافلة لئلا يخلو هذا الوقت من ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وقد ثبتت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة تدل على مشروعية صلاة الضحى، و أقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: على كل سلامة من الناس صدقة،
إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأكثر صلاة الضحى 8 ركعات، كل ركعتين بتسليم، هذا أكثرها، لأنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح صلى في بيت أم هاني 8 ركعات سبحة الضحى، أدل على أن أكثرها 8 ركعات. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقتها يمتد من خروج وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنه إذا طلع الفجر فإنه لا تجوز النافلة فيه إلا نافلة الفجر فقط، إذا طلع الفجر فلا نافلة إلا ركعتي الفجر، يعني راتبة الفجر التي قبلها، ويستمر النهي إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، كل هذا وقت لا تصلى فيه نافلة. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى قبيل الزوال، يعني قبيل الزوال بيسير، بزمن يسير، زوال الشمس من كبد السماء، وحينئذ يدخل وقت الظهر. ففي هذه الفترة ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فإذا أخرها إلى آخر الضحى فهو أفضل، وإن صلاها في أوله أو في وسطه فقد وقعت في وقتها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا نهاية شرح فضيلة الشيخ في هذه الحلقة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وتقبلوا في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.